واشنطن سترد بشكل سريع وقوي على الهجوم الكيميائي المفترض على دوما سوريا هذا ما توعد به الرئيس الامريكي دونالد ترامب اثناء اجتماع له مع قاده عسكريين ومستشارين للامن القومي مؤكدا ان القرار بشان طبيعه هذا الرد سيصدر قريبا جدا وان الخيارات العسكريه لواشنطن في سوريا متعدده وكثيره لا يمكننا ان نسمح بحدوث مثل هذه الفضائع لا نستطيع ترك ذلك يحدث في عالمنا خاصه عندما نكون قادرين على ايقافها نظرا لقوه الولايات المتحده وقوه بلدنا <applause> وبانتظار صدور القرار الامريكي بشان طبيعه الرد على الهجوم الكيميائي المفترض على دوما في الغوطه الشرقيه افادت مصادر دبلوماسيه بان واشنطن تدفع من اجل ان يصوت مجلس الامن الدولي على مشروع قرار تقدمت به لتشكيل لجنه تحقيق دوليه حول استخدام اسلحه كيميائيه في سوريا مشروع القرار الذي وزعته الولايات المتحده والسويد يوم الاثنين اثناء الجلسه الطارئه التي عقدها مجلس الامن الدولي بشان سوريا، يطالب حكومه النظام السوري بالتعاون بشكل تام مع منظمه حظر الاسلحه الكيميائيه والامم المتحده، مذكرا بالفقره السابعه من قراره رقم 21 -18. الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي حول سوريا عقد بطلب من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وتحمل واشنطن ودول غربية روسيا مسؤولية الهجوم الكيميائي الذي شهدته دوم الأسبوع الماضي اتهامات رد عليها مندوب روسيا في الامم المتحده بالقول ان واشنطن ولندن وباريس تسعى للمواجهه مع موسكو في سوريا داعيا محققي منظمه حذر الاسلحه الكيميائيه للتوجه الى منطقه الهجوم المزعوم على حد قوله